نتعرف على مدلول الأرقام. هنتعرف على مدلول رقم 10 ورقم 20 ورقم 30. أول حاجة مدلول رقم 10، طبعا إحنا معانا كلنا عارفين إطار العشر خانات. إطار العشر خانات تعالوا نشوف هنحط فيه كام دايرة. يلا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اهو معانا 10 دوائر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى ده مدلول رقم 10. اهو هكتب تحته 10. طيب مدلول رقم 20 هعمله ازاي؟ معايا شجرة ومعايا شوية نجوم، عايزين نحط على الشجرة دي 20 نجمة. يلا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20. يبقى لو عدينا النجوم اللي على الشجرة دي هنلاقيهم 20 نجمة، هنكتب تحتها 20 اهو 20. طيب مال مدلول رقم 30 هيبقى قد ايه؟ اكتر ولا اقل؟ لا 30 اكبر، يبقى هزود. معايا شوية ورد، هنعد مع بعض 30 وردية مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وصلنا لعشرين، هكمل 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ده مدلول رقم 30، يعني 30 وردة زي ما عدناهم مع بعض. هكتب تحت رقم 30 اهو 3 وجنبها 0، زي ما عرفنا قبل كده رقم 10 1 وقدامها 0، وقلنا يا كي جي 1 لو الصفر ده شلته من هنا وحطيته ورا هيبقى اسمه 1، عشان لازم الواحد يشوف الصفر قدامه، لو ما شافهوش مش هيبقى له لازمة، هيبقى اسمها رقم 1 زي ما عرفنا. طيب ورقم 20 يا مس اهي برضو الصفر لازم يكون قدام الاتنين، لازم تبقى شايفاه. طب لو الصفر راح الناحية التانية ورا الاتنين مش هيبقى اسمها 20، هيبقى اسمها 2، عشان مش هتبقى شايفاه. برضو التلاتين اهي التلاتة واقف قدامها الصفر، طب لو الصفر شلته وحطيته ورا التلاتة هيبقى اسمها 30؟ مش هيبقى اسمها 30، هيبقى اسمها 3، عشان مش هتبقى شايفة الصفر، لازم تكون شايفة. طيب
مدلول الأرقام 10 و20 و30 هنلاقيها مع بعض في مذكرة الواجب صفحة 13. هنا عايزك ترسم مدلول، انت اللي هترسمه، مدلول رقم 10. يعني نرسم هنا في الدايرة 10 حاجات، 10 مصاصات، 10 نجوم، 10 تفاحات، نعد واحنا بنرسمهم لحد ما نوصل لرقم 10. طيب معانا هنا اكمل الرسومات حتى عدد 20. هو مدينا هنا مع بعض شوية نجوم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 نجم. عشان اوصل لرقم 20 هكمل بعد 16 17 18 19 20. كده انا كملتهم 20. طيب الصفحة اللي بعدها بيقول لك عد واكتب الرقم. هنعد المصاصات دي ونشوفها رقم كام ونكتب الرقم تحتها. عد معايا كيجي، واللي نعدها نعلم عليها عشان ما ننساش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. دول 30 مصاصة معايا. اكتب ازاي 30؟ 3 احط الصفر قدامها ولا وراها؟ يبقى قدامها، لازم تكون شايفاه. هناخد دلوقتي مع بعض مكونات الاعداد، ومن خلال مكونات الاعداد هنتعرف على المجموعات المتساوية والمجموعات الغير متساوية. تعالوا نشوف مع بعض. معايا هنا اطار العشر خانات. زي ما احنا عارفين اطار العشر خانات ده فيه 10 دوائر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اهم 10 دوائر في اطار العشر خانات. ادي رقم 10 اهو زي ما احنا عارفين. طيب دلوقتي انا لو جيت في اطار العشر خانات وشلت دايرة واحدة من الاطار، حطيتها برا الاطار، بقى معايا كام دايرة جوه الاطار؟ كانوا 10، شلت منهم دايرة. تيجوا نعدهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بقى معايا 9 دوائر جوه الاطار ودايرة واحدة بس بره الاطار. اهي 9 جوه الاطار ودايرة واحدة بس بره الاطار. طيب ادي اول رقمين من مكونات رقم 10. تعالوا نعملهم كده على جنب. ادي رقم 10 اهو، هنعمله هنا كده. ادي دايرة وادي دايرة، حط هنا رقم 10. قلنا في جوه الاطار كام دايرة؟ 9. وفي بره الاطار كام دايرة؟ دايرة واحدة. يبقى رقم 10 بيتكون من رقمين، 9 و1. 9 و1. 9 و1 كام يا مس؟ 10. طيب لو جيت هنا عند الاطار ده ورحت شايلة كمان دايرة، حطيتها بره الاطار، تعالوا نعد الدوريات اللي جوه الاطار والدوريات اللي بره الاطار. عد معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 اهم 8. بقى معايا 8 دوريات جوه الاطار. طب بقوا كام دايرة يا مس بره الاطار؟ 1 2 اهو 2. يبقى ادي كمان مكون لرقم 10. الرسمة بتاعتنا احط فوق 10. قلنا كام دايرة جوه الاطار؟ 8.
وبقوا كام دايرة برا الإطار؟ 2. يبقى 8 و2 مكونات رقم 10، يبقى 10 ممكن تبقى كام وكام؟ 8 و2، وقلنا هنا 10 ممكن تبقى كام وكام؟ 9 و1. طيب تعالوا نشيل مع بعض كمان التلات دوائر اللي في الإطار دول ونحطهم بره الإطار أهم. عايزة أعرف بقى معايا كم دايرة جوه الإطار وكم دايرة بره الإطار. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5، أهم بقوا 5 جوه الإطار. وبقوا كام بره الإطار؟ 1 2 3 4 5، يعني بقى جوه الإطار 5 وبره الإطار 5، جوه 5 وبره 5، بقى اللي جوه قد اللي بره بالظبط. تعالوا نعملها مع بعض بالرسمة بتاعتنا. ادي رقم 10 بتاعنا، قلنا كام جوه الإطار؟ 5، وكام بره الإطار؟ 5. طيب من خلال مكونات الأرقام لرقم 10، أنا قلت 10 ممكن يبقى 9 و1، هسأل هنا أصحابي الحلوين الشاطرين، يا ترى يا KG1 التسعة قد الواحد؟ لا طبعا، يبقى دول مجموعتين مش متساويين عشان مش قد بعض. طيب مكونات رقم 10، 8 و2، يا ترى يا مس دول مجموعتين متساويين؟ 8 و2، لا طبعا مش متساويين عشان التمانية كبيرة والاتنين صغيرة. طب تعالوا نشوف مكونات رقم 10 التالتة، 5 و5، يا ترى يا مس دول مجموعتين متساويين؟ برافو عليكوا، ايوه طبعا متساويين، عشان هنا 5 وهنا 5، اللي بره الإطار 5 واللي جوه الإطار 5. يبقى عرفنا ان المجموعتين المتساويين لازم يكونوا قد بعض بالظبط، لازم يكونوا قد بعض بالظبط. تعالوا نشوف مذكرة الواجب. عندي مذكرة الواجب اهو صفحة 14، بيقول لك لون المجموعتان المتساويين. يعني عندك هنا 4 مجاميع، في منهم مجموعتين فيهم 4 فواكه، الاثنين فيهم 4 قد بعض، دي فيها 4 دي فيها 1 اهو، عنقود عنب 1. تعالوا نشوف هنا الاناناس اهو، 1 2 3 4. طب التفاح، 1 2. طب الفراولة، 1 2 3 4. فين المجموعتين اللي قد بعض؟ هنا 4 وهنا 4. يبقى فين المجموعتين المتساويين اللي هنلونهم؟ هنلون الفراولة ونلون الأناناس. وكده حبايبي نكون قدمنا لكم شوية مفاهيم ودروس بسيطة نقعد نذاكر في البيت عشان نبقى شاطرين، والواجبات نحلها مع ماما، وانا عارفة انكم ولاد شاطرين ومتميزين جدا. اشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي مع شوية مفاهيم برضو، يا رب تعجبكم. باي باي. صباح الخير صحاب الحلوين، عاملين ايه؟ KG1 وحشتوني جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هناخد مع بعض شوية مفاهيم وحاجات لازم نعرفها ونتعلمها مع بعض. اول حاجة هناخد طبعا احنا تعرفنا على الاشكال الهندسية، وعرفنا ان ده شكل مثلث، طبعا انتوا شاطرين وكلكم عارفينه. وعرفنا طبعا المثلث عنده كام ضلع؟ 3، وعنده كام زاوية؟ 3. وده عرفنا اسمه مربع، المربع عنده كام ضلع؟ 4 أضلاع، وعنده كام زاوية؟ 4 زوايا. في حاجة كمان عرفناها عن مربع الشاطر اللي يقول المربع أضلاعه متساوية، يعني الـ4 أضلاع قد بعض بالظبط. طيب بالنسبة للمثلث والمربع دول أنا بقول عليهم أشكال هندسية ثنائية الأبعاد. يعني إيه مس ثنائية الأبعاد؟ يعني أقدر أرسمهم بإيدي أهو،
اهو اهو. والمربع برضو اقدر ارسمه بايدي على السبورة اهو. ده ثنائي الابعاد. ثنائي الابعاد يعني هو عبارة عن حتة ورقة مقصوصة واخدة الشكل، او اقدر ارسمه على السبورة بايدي. طب في تاني حاجة برضو، الشكل ده معايا شكل مربع، والشكل ده معايا برضو واخد شكل مثلث، بس دول ما بقوش ثنائية الأبعاد، دول بقوا اسمهم ثلاثية الأبعاد. يعني ايه ثلاثية الأبعاد؟ يعني عندهم طول وعرض وارتفاع، لكن ثنائية الأبعاد عندهم بس طول وعرض، ما عندهمش ارتفاع. ده الفرق ما بين ثنائية الأبعاد، ليهم طول وعرض ملهمش ارتفاع. ثلاثية الأبعاد ليهم طول وعرض وارتفاع.